السلام عليكم مشاهدي ومشاهدات قناة جديد ميزة عروض اسيا. طلمت الخريب الحر الاصيلي، هانتوما بالسفيفة والمكرمي، شوفوا الخياطة ديال الخدية كي دايرة، الذوق رفيع، تفريشة كبيرة ما شاء الله معتبرة لعشاق الاصالة، ومعاهم المخد كبار دلعصة، هادو راه مخد كبار دلعصة فيهم متر، شو ما شاء الله قداش راه فيهم متر، الطوق الرفيع الراقي. نتوما راه شحال وحده كتقولي شنو معنت العصه، العصه هما بحال المساند، غير هادو كيكونوا العصه كيكونوا جناب كبار، كيكونوا كبار من المخده، حتى الخديه راها كبيبره، ماشي الخديه ديال الصغار، الخديه راه ديال 70، وانما في ديك السفيفه وديك الشيء اللي عطيها في الجناب هكا راه عطيها كتبان مبهجه، الخديه مبهجه. تكرير الماكرامي كاين في المخد العصه، بالنسبه لكم عارفين مع الصابون مع ديك الشيء، هذه يمكن لكم تزولوا هاد الهدوب وديروا لهم العقيق، لان شوفوا التكرير ديالهم الماكرامي كي داير غزال معتبر، يمكن لكم ديكوريهم بالعقيق ولا شي حاجه، المهم هاد الهدوب غتزولوهم. هانتوما تفريشه رائعه، طلمت كبارين ما شاء الله تحت الطلب المتتبعات، واللي ما كيعرفش الخريب الحر شوفوا ما شاء الله، ها هو الخريب الحر، شوفوا الظهر ديالو كي داير، شوفوا الظهر ديالو كي داير، والسمك ديالو غليظ. انتم تفريشه رائعه، دائما كنتحفكم بالارتيزانة. شوفوا ما شاء الله الشيء هادو الا بدلتو لهم هادو كيوليو رائعين، تفريشه كبيره مطلوقين ما فيهمش لاستيك، كاينه 6 متر مطلوقه من طرف لطرف، وكاينه 5 متر، وكاينه 5 متر، يعني 6 متر 5 متر 5 متر، راه قياس 7 السدادر. هانتوما كلها صقلي مطلوقين ما فيهمش لاستيك، يعني قدوهم كيما بغيتو، يعني ديما كنقول لكم الخريب الحر راه ما كاينش حاليا، قليل يعني كيكون في المستعمل وكيكون راه واضح تبارك الله ما شاء الله. قلنا 14 مخده هما هادو، 14 خديه بالسفيفه والمكرامي، وسته كبار د العسه، هما هادو د العسه كيقولو لهم المخاد ديال العسه، كيكونوا في المقادم في الجناب، يعني كتجي كيجيو في القنوت هكا مع المد، يعني كديروا لهم طرز الغرزه تحت منهم، قلت لكم ديروا لهم طرز الغرزه. هادو الثمن ديالهم 4800 درهم، اللي بغاهم 06 41 67 33 95 راه قياس كبير، قياس 7 السدادر، وراه كاين انواع، يعني كاين قياسات اخرين ديال الخريب الحر حطيتو لكم في الفيديو السابق. اللي بغاهم قلنا 06 41 67 33 95، والارسال الى جميع المدن. مرحبا، 100 الف مرحبا.